هنا الآن في رحاب الأزهر للأستاذ محمد السجيني. والرحمة الغراء بالخيرات تأتينا. بالعلم تسامت أمتنا، بالعلم تجلت نهضتنا، والأزهر للدين منار، تحيا بالأزهر سنتنا. أعلام الأزهر قد فهموا دستورا فيه سعادة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد من لقاءات هذه السلسلة المباركة في رحاب الأزهر. وفي البداية فإنني أتقدم بالتهنئة لإخواني وأخواتي من المسلمين والمسلمات في شتى أنحاء العالم بمناسبة موسم الحج وبمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك. أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية جمعاء بالخير والبركة والصحة والسعادة والأمن والأمان والإيمان والنصر. وأسأل الله جل في علاه أن يعيد إلينا حجاج بيت الله الحرام آمنين غانمين سالمين بأعمال قبلت وذنوب محيت ودرجات رفعت. أسأل الله أن يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال. أسأل الله جل في علاه أن يبلغنا زيارة بيته الحرام ومسجد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في عامنا هذا وفي كل عام. اللهم يا رب بلغنا زيارة بيتك الحرام ومسجد نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في عامنا هذا وفي كل عام. حقيقة أيام جميلة وأيام مشرقة فيها أعمال كثيرة من الأعمال الصالحة التي يتقبلها الله سبحانه وتعالى. بنحس إحنا كده كمسلمين بالخير والبركة في هذه الأيام. الحقيقة ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله، قالوا ولا الجهاد في سبيل الله. وبقية الحديث اللي الله سبحانه وتعالى يقول الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ويقول جل في علاه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. حول هذا المعنى كده إن شاء الله هنقضي معكم هذه الساعة في رحاب الأزهر. ومعانا عالم وداعية من علماء الأزهر الشريف، لكن هو مش لابس النهاردة زي الأزهر، وهو يعني داعية نحبه كثيرا، هو أخ فاضل وعزيز، فضيلة الشيخ رضا أبو الغيط. أهلا وسهلا شيخ رضا، يا أهلا بك، منور يا حبيبي، وجه منير وقلب منير بالإيمان إن شاء الله. ربنا يعزك يا رب. يا أهلا وسهلا. ومعانا ابننا وحبيبنا القارئ الشيخ سعد الحفني. أنا سعد، الشيخ سعد إن شاء الله كده تتحفنا بصوتك الجميل عن الحج والحج على فكرة بالفتح والكسر، صح يعني؟ فهنبدأ بيه إن شاء الله. وإذ بوأنا إن شاء الله، يلا تفكر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. الله، إن شاء الله. ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين. الله، إن شاء الله. الله يفتح عليك شخصان.
وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. الله الله الله، ان شاء الله ان شاء الله عليك. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. يا سلام، الله الله ما شاء الله. وعلى كل ضامر يأتينا كل فج عميق. الله 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 الله، ان شاء الله. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر كل فج عميق. الله الله الله، ما شاء الله ما شاء الله عليك شيخ سعد. وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. الله الله الله، ان شاء الله. ويذكر اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم الأنعام. الله يفتح عليك، الله يفتح عليك سعد، ان شاء الله ما شاء الله عليك. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. يا سلام. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. يا سلام يا سلام، الله الله الله. وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. ما شاء الله ما شاء الله عليك. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. الله ما شاء الله عليك شيخ سعد، ما شاء الله ما شاء الله. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. الله الله الله. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. الله يفتح عليك، ما شاء الله ما شاء الله. ذلك. يا سلام. الله
ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. إن شاء الله. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم. إن شاء الله، إن شاء الله عليك. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. الله يفتح عليك. الله أكبر، الله أكبر. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. الله، ان شاء الله، ان شاء الله، ان شاء الله. ذلك الله. ذلك الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإن القلوب. صدق الله العظيم. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، قراءة من الجنة والله. بسم الله ما شاء الله عليك شيخ سعد. الله أكبر، الله أكبر، ربنا يتقبل منك حبيبي. ما شاء الله ما شاء الله. يا اهلا شيخ رضا، يا اهلا بيك. انا هاخد كده ايه من الايات التي قراها فضيله الشيخ سعد الحفني، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمه الانعام. فاكيد يعني الحج ليس مجرد انه واحد مثلا لبس ملابس الاحرام او طاف بالكعبه او السعى او وقف على عرفه او رمى الجمرات والبقيه، اكيد هناك مقاصد وهناك يعني حكم كثيره جدا يعني من الحج. فياريت تحدثنا يا صاحب الوجه والقلب المنير. ما شاء الله عليك، ربنا يبارك لك. تفضل. ان الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الخلق ليعبدوه وأسبغ عليهم نعمه ليشكروه، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وشفيعنا وأستاذنا ومصطفانا محمد صلى الله عليه وسلم بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أستاذ الفاضل، كما تفضلت حضرتك وأنت تعلم مكانتك في قلوبنا جيدا، نحبك في الله والله الذي لا إله غيره. الله يبارك فيك. الله يخليك. من أول ما بدأ أخونا فضيلة الشيخ سعد وأذن في الناس بالحج، ومن يعظم حرمات الله ومن يعظم شعائر الله، كلها منافع ليشهدوا منافع لهم. المولى تبارك وتعالى لما أمر الخليل إبراهيم برفع القواعد علمنا شيئا من مقاصد الحج. ربنا تقبل منا. الله يبارك فيك. وده أول درس نتعلمه. قال العلماء: فأي عمل يقوم به الإنسان لابد وأن يدعو المولى تبارك وتعالى القبول. الله. زي ما حضرتك تفضلت وقلت يعني ممكن أروح حج أدفع 100,000 جنيه ما خدش أي ثواب. فين إخلاصك؟ فين النية المخلصة الخالصة للمولى تبارك وتعالى؟ شوف ربنا سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا
ليعبدوه، ليعبدوا الله، نعم. مخلصين له الدين، مخلصين. العبادة فيها إخلاص. ثم فصل المولى تبارك وتعالى: ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك بإخلاص ذلك هو دينه القيم. الله يبارك فيك. القيم. طيب هناخد بقى تليفون أكيد من حبايبكم ونكمل إن شاء الله بإذن الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخ عصمت إن شاء الله. أتفضل. أهلا بيك. كل سنة وحضراتكم طيبين جميعا. كل سنة وانتم طيب يا حبيبي. الله يسلمك. إني أحبكم في الله. أحبكم الله. وببعث رسالة لأخي وحبيبي الشيخ محمد حسان وهو في الأماكن المقدسة، ربنا يرجعه بسلامة الله إن شاء الله. يا رب. يا رب هو وكل المسلمين. يدعو لمصر أن تكون عالية خفاقة دائما، وأن يبعد عنها كل الحاسدين والباغضين. يا رب. اللهم آمين. وأن يطيل الله في عمره إن شاء الله، فهو رجل مخلص لله. اللهم آمين. حضرتك بس كلمني الأيام المباركة. يا شيخ عصمت كلمني. نعم. من التليفون بس، وطي. نعم. التلفزيون على الآخر وكلمني من التليفون بس لو سمحت. حاضر. كلمني من التليفون بس. حاضر. أتفضل. أيوة كده تمام. هي أيام مباركة إن شاء الله. نعم. ومصر يحفظها الله بفضل علمائها وبفضل كل المخلصين فيها. نعم. وبعد قيام ثورة 25 يناير أقسم بالله أن مصر يحفظها الله إن شاء الله. إن شاء الله. وأنا يعني بقول لحضرتك بس معايا حفيدة نفسها إن هي تقرأ بعض آيات القرآن الكريم. حاضر. على قناة الرحمة، وهي بتحبها وبتحب الشيخ محمد جدا. طيب يا حبيبي. حاضر. تحت أمرك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. أهلا أستاذ العزيز. يا أهلا بيك. أهلا وسهلا. معك الشيخ ناجح من المانيا. اهلا 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 شيخ ناجح، تفضل. كل عام وانتم بخير. كل عام بخير يا حبيبي. اهلا وسهلا. بحيي ضيفك الكرام والله. شكرا جزيلا. شكرا. بارك الله فيك. اقول فيهم قال فيهم الله ربنا سبحانه وتعالى: ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. نعم. فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. صدق الله العظيم. شكرا. بارك صدق الله العظيم. شكرا يا شيخ ناجح. بارك الله فيك. شكرا. بارك الله فيك. شكرا جزيلا. إذن حضرتك قرنت العمل بالدعاء والإخلاص. لازم أنا بعمل عمل لابد أن أدعو الله بالقبول والإخلاص في هذا العمل. فضل شكرا. ثم بعد ذلك إذا دعوت المولى تبارك وتعالى في أي شيء استجاب الله لك إذا كنت مخلصا في عملك، كما فعل الخليل إبراهيم. فلما أمره المولى تبارك وتعالى بعد أن قال تقبل منا ورفع القواعد، قال له المولى وأذن في الناس بالحج، صعد خليل الرحمن إبراهيم على جبل أبي قبيس وأذن: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحج. أسمع الله بهذا النداء نطفا في الأرحام، أسمع الله بهذا النداء الذرات والكائنات، فجاء الكل يلبي. السماء تلبي والأرض تلبي والجميع يلبي. ومما يثلج الصدور ويفرح القلوب أن يخرج من دول الحديد والنار، أن يخرج من دول الإلحاد، أن يخرج من دول الشيوعية والرأسمالية من يقول لبيك اللهم لبيك. صحيح. لإخلاص الخليل إبراهيم الله. في دعاء رب اجعل هذا بلدا آمنا. ثم نجد بعد ذلك هذا يشهد ودليل على أن النصر لدين لا إله إلا الله مهما انتشر ومهما على الظلم. فالله تبارك وتعالى قال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد.
ورد المولى تبارك وتعالى إنا كفيناك المستهزئين. نعم نعم الله يكرمك شكرا. للذين يطاولون ويتطاولون على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فإخلاص فيه دعاء مقبول من المولى تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك المقصد الثاني المساواة. المساواة. طيب ممكن نسمع حبيبك الحاج عمر فؤاد الأول إن شاء الله التليفون. حاج عمر فؤاد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتك. كل سنة وأنت طيب. محمد. كل سنة وأنت طيب. ربنا يبارك لك يا أستاذ محمد. الله يباركك. والله ما شاء الله ما شاء الله الحلقة النهاردة مميزة مميزة جدا 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 ما شاء الله. نور على نور بقى الأيام العشر ما شاء الله. أيوة ربنا يبارك لك والله. تفضل. ما شاء الله. كنا عايزين برضو يعني نشوف فضل التسعة أيام بتوع ذو الحجة. نعم حاضر. فضلهم برضو وصيامهم وفضلهم كده معلي. حاضر. وربنا يبارك فيكم إن شاء الله. طيب معايا فضلت الشيخ حزت والد الشيخ رضا يبقى يسلم عليك. والد الشيخ رضا ما شاء الله ما شاء الله. طيب حاضر. حاضر. السلام عليكم. اهلا حاج عزر ازيك. ازيك يا استاذنا الفاضل. اهلا بيك. اهلا بارك وسهلا. بارك الله فيك وعليك وربنا يبارك فيكم. والله انجبت لنا العلماء بارك ربنا الله. ربنا يبارك فيك وينفع بيك الاسلام يا والمسلمين. رب اللهم امين. ربنا يوفقك. شكرا جزيلا. ربنا يبارك فيك يا استاذنا الفاضل وهم اولادك بقى ما هو ده الجيل اللي سيادتك بتطلعه ويجعله في ميزان حسناتك ان شاء الله. اللهم امين. اللهم امين. شكرا شكرا يا حاج عزت. ربنا يبارك فيك يا حبيبي وربنا يوفقك. اسال الله ان يوفق عليك. يعني ابنائك عليكم السلام يوفق ابنائك من هؤلاء العلماء ما شاء الله عليهم. الحاج سناء السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا يا حاجه. اهلا بيك. كل عام وانتم بخير وأمة محمد أجمعين بخير وسعادة وطاعة وعمل يا رب. وطيب الله مجلسكم أهل القرآن وأسعد أوقاتكم بأنسه ورطب ألسنتكم بذكره ونضر وجوهكم بجمال الطاعة وحسن الخلق ويسر سبلنا لتقواه وجعلنا من خير الناس اتباعا للحبيب صلى الله عليه وسلم ورزقنا شفاعته وجعلنا معه في الفردوس الأعلى وجعلنا من الناظرين لوجه الله الكريم برحمته لا بأعمالنا. نعم. اللهم أمين. عندي كلمة عن الحج ممكن أقولها؟ تفضلي تفضلي يا حج. عايز أقول الحج ليس عبادة تؤدى وكفى لمن استطاع إليه سبيلا لكنها منظومة كاملة من متواة وتلبية وتذكر صبر هاجر رضي الله عنها ويقينها أن الله لن يضيعها وأخذها بالأسباب عندما كانت تسعى بين الصفا والمروة وأيضا مثول إسماعيل عليه السلام لرؤية أبيه وتمام الخضوع لأمر الله وطاعة لأبيه يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين وتمام الطاعة والخضوع والانقياد من إبراهيم عليه السلام لأمر الله بذبح ابنه وإنها لو تعلمون عظيمة والدروس والعبر أكثر من أن تحصى لكن أين المتدبرين المتفكرين إلا من رحم ربي يقول ربي أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. اللهم اجعلنا من الوقافين عند آياتك المعتبرين العاملين مبتغين كتاب ربنا وسنة حبيبنا. اللهم اجعلنا من خير الناس اتباعا للحبيب صلاة وسلاما عليك يا خير المرسلين. كنت الأمين بين الكليم والرحيم فكانت خمس وفي الأجر خمسين فأقيموها يا أمة الحبيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا. شكرا 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 بارك الله فيك يا حاجة سناء وأكثر الله من أمثالك يا رب. الواحد بيبقى سعيد جدا لما يعني امرأة صالحة من نساء المسلمين بتقول هذا الكلام الطيب. طيب فضيلة الشيخ رضا يعني أكيد طبعا مقاصد الحج كثيرة لكن احنا يعني نريد أن نستفيد من الوقت لأن هناك يعني في وقفة عرفات أكيد برضو حكم وعبر وأشياء فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم في حجه. نعم. لابد أن نستفيد منها. نعم. الآن. نعم. رسولنا صلى الله عليه وسلم يعلمنا في كل وقت وفي كل حين. جميع رؤساء الدول يذهبون إلى مؤتمراتهم بدعاوى رسمية تفرش لهم الفرش وأفضل الفنادق
ولكن عباد الرحمن سبحانه وتعالى يفترشون الأرض ويلتحفون السماء، تركوا الأرواح والرياحين، تركوا الملايين، فعلوا كل ذلك من أجل أن يرضى عنهم المولى تبارك وتعالى. زي كما جاء في الحديث، ينزل المولى تبارك وتعالى نزولا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه على أهل عرفات: يا ملائكتي انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا ضاحين، يا ملائكتي أشهدكم أني قد غفرت لهم. نعم. نبينا ومصطفانا صلى الله عليه وسلم وقف على جبل عرفات وعالج قضايا عدة. القضية الأولى التمييز العنصري، إن دين إياك نعبد وإياك نستعين ليس فيه أبيض ولا أسود ولا أحمر، لم يقل القرآن إن أكرمكم عند الله أغناكم، نعم، ولم يقل إن أكرمكم عند الله أوجاهكم، إنما قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم وكأنه يقول: يا أبا بكر، يا سيد، يا قرشي، أنت وبلال الحبشي أخوان في الله. وده اللي احنا عاوزينه في هذه الأيام. يا عمر الفاروق، يا عدل، يا فاروق الأمة، أنت وسلمان الفارسي أخوان في الله. يا علي بن أبي طالب، يا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، أنت وصهيب الرومي أخواني في الله. هؤلاء رباهم النبي صلى الله عليه وسلم على الأخوة. ولكن في حين في هذه الأيام تتبجح دولة من أعظم دول العالم إلى الآن تفرق بين أهلها في الأبيض والأسود، أمريكا تفرق بين الأبيض والأسود. أما دين الإسلام فليس في تفريق إلا بالتقوى والعمل الصالح. هؤلاء الرجال ما ملكوا من الدنيا دينارا ولا درهما، إنما أعطاهم المولى تبارك وتعالى قلوبا باعوها للمولى سبحانه وتعالى. وكأنهم قالوا: أرواحنا يا رب فوق أكفنا، نرجو ثوابك مغنما وجوارا. ما أرادوا إلا الثواب من المولى تبارك وتعالى، الحب، الود، التآلف، لتعارفوا. نعم. كما تفضلت حضرتك في بداية الحلقة، موسم الحج ليس لزعزعة الأمن، ليس الإرهاب، ليس أن ألبس الإحرام وأرهب العباد. من حج فلم يرفث ولم يفسق. نعم. طب ربنا سبحانه وتعالى هيرجعوا من حجه إيه؟ كيوم ولدته أمه طاهرا من الذنوب والخطايا. فهؤلاء تربوا على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن نتعلم كما تعلموا من قرآن ربنا، من سنة حبيبنا. كانوا يقولون: أرواحنا يا رب فوق أكفنا، نرجو ثوابك مغنما وجوارا، كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفارة، في معبد الإفرنجي كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصار، لن تنسى إفريقيا ولا صحراؤها، سجداتنا والأرض تقذف نار. علمهم النبي صلى الله عليه وسلم. القضية الثانية التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات قضية المرأة. طيب قبل قضية المرأة ناخد اتصال إن شاء الله. الأخ محمد من الدقهلية، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أستاذ محمد؟ أهلا بيك. أهلا وسهلا. أنا من بلد الشيخ والشيخ سعد محمد. أهلا أهلا وسهلا، أهلا بيك، تفضل. الله، انتم منورين يا استاذ محمد والشيخ رضا والشيخ سعد. الله يبارك فيك ويخليك يا رب. موضوع الحلقه شيق جدا، والحقيقه الشيخ رضا عانى معاناه امبارح امس كبيره في البلد هنا. نعم. وكبكاء يعني، انا ما كنتش مصدق انه هيوصل لك النهارده والله. الله يا حبيبي، بس ايه رايك في النور ده؟ لا والله منور ما شاء الله. والشيخ سعد ربنا يبارك فيك يا محمد، ربنا يبارك فيك يا محمد، ربنا يبارك فيك. ربنا يبارك فيك يا شيخ رضا. طب الشيخ سعد، شكرا شكرا يا محمد، شكرا، بارك الله فيك، يبارك فيك. الاخ سعيد من المنوفيه، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بيك. حي الله الطيب الشيخ محمد سجين، وحي الله الشيخ رضا، وحي الله صديق الشيخ القارئ. شكرا جزيلا. وأتى الله سبحانه وتعالى كما جمعني معك الآن على الهواء مباشرة والسادة المشاهدين أن يجمعنا مرة أخرى في الدنيا عند الكعبة وفي الآخرة مع سيد النبيين. قل آمين يا شيخ محمد. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم آمين آمين. أسأل الله رب البيت الحرام والمشعر الحرام والركن والمقام أن يكتب لنا ولك والسادة المشاهدين والمشاهدات حج بيته الحرام. يا رب يا رب. وأن تقبل مني ومن الشيخ محمد حسان الذي يستمع إليك وأنه يحبك كثيرا وأنا أعلم ذلك. الحمد لله. الشيخ في عرفات، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنه ومن الحجاج، هذا أولا. يا رب. أما عن يوم عرفة، وهذا ما أريده في دقيقة سريعا جدا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يكلمنا عن يوم عرفة، هذا اليوم الذي تسكب فيه العذرات. نعم. وتتنزل فيه الرحمات وتغفر فيه الذنوب والسيئات. ولما لا، فلقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صام يوم عرفة غفر الله سنتين، سنة ماضية. نعم. وسنة قادمة. فيوم عرفة هو يوم المشهود كما قال الله تبارك وتعالى: وشاهد ومشهود. لذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: يا بلال أنصت لي الناس. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: أيها الناس
فقد جاءني جبريل آنفة واطلع على أهل الموقف، الله أكبر، اطلع على أهل عرفات، وقد غفر لكم جميعا. فقال عمر بن الخطاب: ألما خط يا رسول الله؟ قال: لا يا عمر، لكم ولمن جاء من بعدكم إلى يوم القيامة. والله يا شيخ محمد لا أنسى هذا المشهد وأنا على عرفات في الأعوام الماضية، لقد وقفت في السنوات الماضية والله وفي آخر يوم عرفة طول النهار واقف نفسي عيط دمعة، أنا بقول لحضرتك نفسي أبكي والله. في آخر ساعة قلت يا رب أكيد إن شاء الله أنا عندي ثقة في الله إنها تقبلني السنة دي. وأنا نازل يا شيخ محمد قبل المغرب بساعة والله لأخ سوري، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا في سوريا، قاعد على حصيرة قلت له سمحت بس أجلس معاك، جلست والمغرب فاضل عليه ساعة تقريبا ونحن في جبل عرفات، قال لي لو سمحت يا شيخ اسمك؟ قلت له سعيد. قال لي منين؟ قلت له طب. قال لي بالله عليك ادعينا. والله يا شيخ محمد رفعت يدي إلى رافع السماء بلا عمل وظللت أدعو حتى والله خرجت مني الدموع لا أعلم من أين أتت الذي أخرجه والله. هنا تذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لبلال: إن الله سبحانه وتعالى تنزل عند الغروب في يوم عرفة فينظر ويقول وهو يباهي ملائكته، ويقول: يا ملائكة انظروا إلى هؤلاء جاءوني شعثا غبرا، انظروا ماذا أراد هؤلاء، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. أسأل الله سبحانه وتعالى باسمه الأعظم الودود يا حنان يا منان أن يغفر لنا حج بيته الحرام مرات ومرات وأن يغفر لنا الذنوب والسيئات. اللهم آمين آمين يا شيخ محمد. نحن أهالي أم خنان، بقول لفضيلة الدكتور محمد حسان، نحن أهالي أم خنان واسم نوفية من أخوك ابنك سعيد عطار، وأنا بوجه الدعوة أيضا لمحمد التشيم. يا شيخ محمد أنت تعرفني وإني أحبك لله، كنت أرحب بك بعد العيد مباشرة، وهذا شرف لنا ولقريتنا أم خنان واسم منوفية. جزاكم الله عني خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت أمرك يا حبيبي، تحت أمرك يا حبيبي، بارك الله فيك. وشكرا يا شيخ سعيد على هذه المداخلة، والله أبكيتنا والله وأدميت قلوبنا بهذه الرقة. الأخ كمال من الدقهلية، السلام عليكم. السلام عليكم. طيب معلش حاول تتصل مرة أخرى إن شاء الله بإذن الله. شيخنا الحبيب، الرسول صلى الله عليه وسلم على عرفة عالج قضايا كثيرة، حضرتك بينتها بجمالك ما شاء الله، اللي قضى على التمييز العنصري، لا فرق بين أبيض ولا أسود ولا عربي ولا أعجمي، كل السواسية أمام الله، الحب في الله كلهم متحابون، الأخوة في الله كلهم متأخون. حضرتك قبل هذه الاتصالات الجميلة قلت لنا أنه المرأة، قضية المرأة إزاي بقى؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا فيه خير إلا ودلنا عليه. استوصوا بالنساء خيرا، حتى والنبي صلى الله عليه وسلم على فراش الموت صلى الله عليه وسلم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. الإسلام أعطى للمرأة حريتها، أعطى للمرأة كرامتها في إبداء الرأي، في المشورة، في كل شيء، هذه الحرية بحق. جرحت نسيبة بنت كعب وهي تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم 11 جرحا في غزوة بدر، كنا يطببنا المرضى والجرحى، حرية النساء في الإسلام. أما الذين يريدون الحرية العصرية ما أرادوا إلا أن تكون المرأة سلعة تباع وتشترى. يعني الجورنال الأخبار يوم السبت أو امبارح يوم السبت في الصفحة الأولى مجمع أو هيئة الحقوق الإنسان في لندن تطالب بأن الزنا حق مشروع للإنسان. لا حول ولا قوة إلا بالله، الله المستعان. دي في أول صفحة. لا حول. الزنا هل هذه حرية؟ لا حول. هل جاءت المنظمات وحقنت دماء الإنسان بهذا الشكل؟ ده تعدي على الحرمات. هل جاءت الهيئات الحكومية وعطت المرأة حق الزنا حق مشروع؟ لا حول. كذلك تأتي كاتبة في إحدى القنوات وتقول الإسلام هو يريدنا أن أجلس متحجبة في البيت، ما هذه الحرية؟ أن يطلب منك الإسلام أن تحجبي. أما الذين أرادوا أن تتحرر المرأة أرادوا التحرر من دينها، من عفتها، من شرفها، ولذلك قال قرد وخنزير: إذا أردتم محو الإسلام فعليكم بالمرأة المسلمة، انتزعوا عنها الحجاب وغطوا به المصحف. فهي مؤامرة تكاد للإسلام من داخل المرأة. المرأة نصف المجتمع وتلد النصف الآخر، إذن فهي أمة، هي أمة كاملة، مجتمع كامل. هي مؤامرة تدور على البنات ليعرضن عن معانقة الحجاب
مؤامرة تدور على الشباب ليعرضوا عن معانقة الكتاب، مؤامرة تدور بكل بيت لتجعله ركاما من تراب، مؤامرة تقول لهم تعالوا إلى الشهوات في ظل الشراب، مؤامرة مراميها عظام يدبرها شياطين الخراب، شيوعيون جذر من يهود، صليبيون في لؤم الذئاب، تفرق شملهم إلا علينا فصرنا كالفريسة للكلاب. صار الكل ينهش ولكن بارك الله فيك. الله أنا مبسوط والله جدا يعني أن أسمع هذا الكلام من أزهري. صحيح يعني حضرتك ما لبستش الزي النهاردة بتاعك، لكن المرة الجاية إن شاء الله بإذن الله تعالى. طيب ممكن نسمع ناخد اتصال وياريت نسمع الشيخ سعد مرة تانية إن شاء الله. الأخ أحمد السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. عليكم السلام. تفضل يا حبيبي. الله يبارك فيك. نعم. على فكره يا استاذ محمد انت بتشرفنا كتير في بلدنا وبنفرح بوجودك معنا والله. الله يبارك فيك. الله يكرمك تحت امرك يا حبيبي. تحت امرك. وانا بروح كده يا استاذ محمد، يعني عندنا ناس كتير حلوه زي الشيخ رضا والشيخ سعد امثال الدكتور عبد الغني النفاد والدكتور المرسي جهول احسن. نعم. عندنا ناس حلوه قوي 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 في نبروه. نعم نعم. لا يعني نبروه الله ده في كل مجال لنا ناس كتير، وعندك الوجه الحسن الاستاذ رضا ابو الغيث والشيخ سعد مثال لذلك. مشرفنا والله. الله يكرمك ويخليك يا حبيبي. الله يخليك ربنا يبارك فيك. شكرا جزيلا. شكرا. الله يبارك لك. الله يبارك فيك يا استاذ. دي بلدنا واحنا يعني هي وفعلا ولاده بالعلماء. بارك الله فيك. شيخ سعد نسمع شويه بقى ان شاء الله عن الحج كده ان شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الله الله الله. وما تفعلوا من خير يعلمه الله. الله. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. الله ما شاء الله عليك شو سعد ما شاء الله. الحج أشهر معلومات، يا سلام. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الله ما شاء الله. وما تفعلوا من خير يعلمه الله. الله. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ليس عليكم جناح أن
تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. يا سلام. الله الله الله. واذكروه كما هداكم واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. الله. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. الله الله. واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله. صدق الله العظيم. يعني أكرمك الله بهذه القراءة الجميلة التي أمتعتنا بها شيخ سعد. ويعني الله سبحانه وتعالى يقول لا تبخسوا الناس أشياءهم. فأنا أدعو الله سبحانه وتعالى من هذا المكان الطيب المبارك أن يبارك لك وأن يبارك لمن علمك هذه القراءة الطيبة المباركة. مين بقى علشان نذكره بخير؟ فضيلة الشيخ سيد أبو الغيط وفضيلة الشيخ رضا أبو الغيط. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. أسأل الله أن يبارك لهم يا رب. يبارك لهم في علمهم وفي مالهم وفي أولادهم وفي زوجاتهم وفي ذرياتهم يا رب. وأن يجزيهم الله عنا الجزاء الأوفى. بارك الله فيكم شيخ رضا. يعني الاستغفار والتوبة لابد في هذه الأيام. وحتى حبيبنا الغالي الحاج عمر سألنا أنه إحنا نعمل إيه في هذه الأيام المباركات. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. تفضل. المولى تبارك وتعالى أمرنا بالاستغفار في كل وقت وفي كل حين. نعم. حتى قال المولى تبارك وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. والله لن نجد دينا أفضل من هذا الدين. فيه الاستغفار بالحسنات، التوبة من الذنوب والمعاصي، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. عميد كلية الحقوق بجامعة فيينا مستر شيبرد يقول إن البشرية لتفتخر بانتساب رجل كمحمد إليها. صلى الله عليه وسلم. إن البشرية عليه الصلاة والسلام تفتخر بانتساب رجل كمحمد إليها. إذ رغم أميته استطاع أن يأتي بتشريع سماوي جديد سنكون نحن أهل أوروبا أسعد الخلائق لو وصلنا إلى قمة التشريع المحمدي بعد 2000 سنة. ده عميد ايه؟ عميد كلية حقوق فين؟ في فيينا. يشهد في النمسا. صلى الله عليه وسلم في النمسا. يعني بعد 2000 سنة يبقوا اسعد لو وصلوا قمة تشريع المحمدي. دي شهادته في الرسول. شهادته صلى الله عليه وسلم. الله. شهادة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. يعني يكفينا. من نحن؟ ضعفاء. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ مذكورا. تذكر وأنت جالس مع نفسك، من الذي خلقك من عدم؟ من الذي سقاك من ظمأ؟ من الذي أطعمك من جوع؟ من الذي كساك من عري؟ من الذي هداك من ضلالة؟ أبي الإسلام لا أبا لي سواه إذا ما افتخروا بقيس أو تميم.
خلقت في الإسلام لتعبد رب الإسلام، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم يأتيك المولى تبارك وتعالى بالحب، ألا تريد أن يحبك المولى تبارك وتعالى؟ تعال. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فبتوبتك تطهير لك من الذنوب والمعاصي. كلنا ذنوب وكلنا معاصي، كل بني آدم خطاء، ما من أحد منا معصوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وخير الخطائين التوابون. أن تبادر وتسارع. يا الذين أمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة خالية من الأضران، خالية من النقائص، خالصة لوجه من لا يغفل ولا نام. شوف النبي محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، إن عبدا أصاب ذنب فرفع يديه وقال اللهم إني أذنبت ذنبا فاغفره لي، فيقول المولى جل وعلا علم عبدي، هذه أهم نقطة بقى، علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فغفر له. الله. ثم مكث ما شاء وأصاب ذنبا آخر فقال يا رب أذنبت ذنبا فاغفره لي، فيقول المولى جل وعلا علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فغفر له. في المرة الثالثة قال صلى الله عليه وسلم ثم يقول المولى جل وعلا فليفعل عبدي ما شاء. الله. ما دام العبد يفعل الذنب والمعصية، نبي محمد عليه الصلاة والسلام إن الله يبسط يده. أيها العاصي، أيها المذنب، في هذه الأيام حضرتك تفضلت في أول لقاء وقلت إيه أفضل من الجهاد في سبيل الله إلا رجل يخرج بأهل بنفسه وماله فلا يرجع من ذلك بشيء. عشر اللي بيعمل معصية أي ذنب يتوب. ربك سبحانه وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. إلى متى يا رسول الله؟ حتى تطلع الشمس من مغربها، يعني يوم القيامة، إلى يوم القيامة. لكن نيجي بقى، طب أما كمل سن الأربعين أبقى توب؟ إيش عرفك بقى أنك هتوصل للأربعين؟ أما طب هصوم من السنة الجاية، طب ما ربك إداك يوم تكفر السنة الماضية والسنة المقبلة، يوم عرفة. زي ما أخونا السعيد اتكلم، يوم سنة كاملة ماضية وسنة جاية، طب من السنة الجاية أصوم، طب من السنة الجاية أصلي. طب شوف النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال لك إيه؟ صلى الله عليه وسلم. إن الله يقبل التوبة من عبده ما لم يغرغر. ربك يقعد يقبل التوبة، يقبل التوبة إلى أن تصعد الروح إلى الحلقوم فلا توبة. ما فيش توبة بعد كده، في السوفة. ولذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم تفل في يديه في الحديث الصحيح، وضع إصبعه عليها ثم قال صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا يا ابن آدم أنى تعجزني، من أنت أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللأرض منك وإيد، بتهز الأرض بمالك، بجبروتك، بذهبك، بفضتك. فجمعت ومنعت، جمعت المال ومنعت الزكاة، حتى إذا بلغت الروح الحلقوم قلت أتصدق وأن أوان الصدقة. صدق النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، هتصدق. نعم. هصلي. لا تسويف، لا تسويف لا. طيب ناخد تليفون ونكمل إن شاء الله بإذن الله. الأخت أم عبد الرحمن من حلوان، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا أستاذ محمد؟ الحمد لله بخير، الله يخليك. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. شكرا. وكل سنة وحضراتكم طيبين، تقبل الله منا ومنكم. شكرا. وبرحب بضيوفك الكرام. الله يكرمك. يعني ممكن أتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. يعني من المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي نسبا شريفا، فشده عبد المطلب سيد مكة ووالده عبد الله الذي صان شبابهم من الرذائل في وقت انتشرت فيه اللذة بين فتيان مكة، ولم يجدوا من ينكر ذلك عليهم. وأمه آمنة بنت وهب صاحبة الخلق والحياء والعفة. فمن خلال هذا الكلام نرد على الأفاكين الذين يقولون أن محمد صلى الله عليه وسلم مجهول النسب، فشلت ألسنتهم وقاتلهم الله عز وجل، بل نسبه أشرف وأطهر وأفضل النسب. فنسأل الله العظيم أن يحشرنا مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في جناته النعيم. آمين. شكرا وجزاكم الله خيرا. شكرا وجزاك الله خيرا، بارك الله فيك يا أم عبد الرحمن. والله أنا يعني ببقى سعيد جدا بالمداخلات دي، يعني خاصة من نساء الأمة، يعني ربنا يبارك فيهم يا رب أكثر من أمثلهم. فحضرتك حدثتنا كده قبل هذا التليفون عن الاستغفار، أنه هذه الأيام المباركة من قوله تعالى، برضو احنا بناخد من يعني من الحج، من آيات الحج، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. حضرتك تفضل كمل.
فالاستغفار كما تفضلت حضرتك في اي وقت، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوب الى الله ويستغفره الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. امال احنا نعمل ايه؟ الله يبارك لك. امال احنا نعمل ايه؟ ام المؤمنين عائشه في الحديث الصحيح تقول قمت ليلا فبحثت عن النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت قدمي منصوبتي النبي صلى الله عليه وسلم ساجد، فسمعته يبكي ويقول سيدة ام المؤمنين تقول ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت. النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل كان يقف حتى تتورم قدماه حتى تتشقق رجلاه فتقول لهم هون على نفسك فقد غفر لك ما تقدم. النبي صلى الله عليه وسلم قلت ربنا غفر له يقول أفلا أكون عبدا شكورا. لكن زي ما تفضلت الأخت وقالت الأيام دي في أيام صعبة في أيام معاصي في أيام بعد عن كتاب الله، ولن يعود الإسلام إلا بعودتنا إلى كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فيجي النبي محمد صلى الله عليه وسلم برضو بيحبب في التوبة للجنة ثمانية أبواب سبعة مغلق من باب الجهاد باب الصيام باب بر الوالدين كل باب محدد لحاجة معينة. للجنة ثمانية أبواب سبعة مغلقة وباب التوبة مفتوح. طب عاوز أكتر من كده أيها العاصي أيها المذنب، ألا تريد أن ينادي عليك الجبار سبحانه وتعالى أن تكون من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل، أن يكون قلبك معلق بالمساجد أن تذهب. من منا في هذه الأيام كما قال وقليل من عبادي الشكور، من منا يصلي الخمس فرائض في جماعة، من منا يشيع جنازة، من منا يعود مريضا، هذه الحقوق الإسلامية صحيح. التي أعطانا المولى تبارك وتعالى إياها. استغفار توبة، قال العلماء التوبة هي الرجوع والعودة، رجوع وعودة. يعني إيه معنى تاب العبد إلى الله؟ أي عاد هذا العبد المذنب وعاد إلى المولى وتاب. ومعنى تاب الله على عبده المذنب أي عاد المولى جل وعلا وأحب العبد وأعطاه الثواب العظيم والجزاء الجزيل. طيب أتريد أن تقف بين يدي المولى؟ بين يدي المولى تبارك وتعالى يقول لك عبدي أما تعلم أنك ستمر علي وستقف بين يدي أعدد عليك أعمالك وأذكرك أفعالك حتى إذا أيقنت أنك لا محالة من أهل النار أوليتك غفراني ومنحتك رضواني وحملت عنك الأوزار فمن أجلك يا عبدي سميت نفسي العزيز الغفار. لكن الإنسان لابد هو اللي يبادر بالتوبة إلى المولى تبارك وتعالى بالأعمال الصالحة. والله والله رققت قلوبنا يا شيخ رضا بارك الله فيك. احنا هنختم قدامنا كده دقيقتين فلابد أن نبدأ ونختم بالقرآن من هذا الصوت العذب الجميل دمنا يعني دقيقتين إن شاء الله بإذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا الله إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا السلام عليك الله يبارك على الجوابات الحلوة دي إن شاء الله. فيه آيات بينات مقام إبراهيم الله ومن ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين.
مشاهدينا الأعزاء في ختام هذه الحلقة الطيبة المباركة من حلقات في رحاب الأزهر، لا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لضيفينا العزيزين الفاضلين فضيلة الشيخ العزيز والأخ الحبيب رضا أبو الفتوح وفضيلة القارئ الشيخ رضا أبو الغيط. يا أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ الحبيب رضا أبو الغيط وفضيلة الشيخ الحبيب سعد الحفني. نلقاكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بالعلم تسامت أمتنا، بالعلم تجلت نهضتنا، والأزهر للدين منار، تحيا بالأزهر سنتنا. أعلام الأزهر قد فهموا دستورا فيه سعادتنا، دستور قد ملأ الدنيا نورا وازدادت بهجتنا. فخر للأمة أن يبقى صرحا.